استقبال رسمي كبير وحفاوة بالغة أحيط بهما حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فلدى وصول الموكب المقل لجلالته المبنى الرئاسي بقصر سعد أباد في طهران، كان فخامة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالة السلطان المعظم، متمنيا لجلالته والوفد المرافق طيب الإقامة. عقب ذلك اصطحب فخامة الرئيس جلالة السلطان المعظم إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام السلطاني العماني والنشيد الوطني الإيراني. بعد ذلك قام جلالة السلطان المعظم يرافقه فخامة الرئيس الإيراني بتفقد حرس الشرف الذي أدى التحية لجلالته. ثم توجه القائدان إلى مبنى الاستقبال، حيث صافح جلالة السلطان المفدى كبار مستقبليه من الجانب الإيراني، وهم معالي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية، معالي إحسان خاندوزي وزير الاقتصاد والمالية رئيس بعثة الشرف، ومعالي العميد محمد رضا شتياني وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، ومعالي جواد أوجي وزير النفط، ومعالي مهرداد بذرباش وزير الطرق وبناء المدن، ومعالي غلام حسين إسماعيلي رئيس مكتب رئيس الجمهورية، ومعالي مهدي نيازي المكلف بوزارة الصناعة والمناجم والتجارة، ومعالي الدكتور محمد رضا فرزين محافظ البنك المركزي، وسعادة محمد جمشيدي مساعد الشؤون السياسية في مكتب رئيس الجمهورية، وسعادة علي باقري كني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة مهدي صفري وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية والاقتصادية، وسعادة علي نجفي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان. فيما صافح فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي أعضاء الوفد الرسمي المرافق للمقام السامي.
هذا وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية جلسة مباحثات في المبنى الرئاسي الجمهوري الإيراني بالعاصمة طهران. جرى خلال الجلسة بحث أوجه التعاون الثنائي القائم بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها، كما تم خلالها تبادل وجهات النظر تجاه العديد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك في ضوء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر الجلسة من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، فيما حضرها من الجانب الإيراني معالي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية، وسعادة محمد جمشيدي مساعد الشؤون السياسية في مكتب رئيس الجمهورية، وسعادة علي باقري كني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة السفير علي نجفي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان. عقب ذلك عقد جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الإيراني جلسة مباحثات موسعة استكمل خلالها القائدان مناقشة مسار علاقات الصداقة التاريخية ومختلف جوانب التعاون والتنسيق الوثيق وسبل تنميته على كافة الأصعدة، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الصديقين ويحقق تطلعاتهما المشتركة. حضر جلسة المباحثات الموسعة الوفدان الرسميان من الجانبين العماني والإيراني. وكان جلالة السلطان المعظم قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار مهر آباد معالي الدكتور محمد رضا مخبر النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما كان في الاستقبال معالي إحسان خاندوزي وزير الاقتصاد والمالية رئيس بعثة الشرف، وسعادة علي نجفي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان، وسعادة السفير إبراهيم بن أحمد المعيني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعدد من أعضاء سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حظيت ببالغ الاهتمام من كافة المستويات الرسمية والشعبية، وهي تفتح فصلا جديدا في مسيرة العلاقات العمانية الإيرانية المتينة والمتميزة. إبراهيم بن سيف العزري، تلفزيون سلطنة عمان، طهران.